السلام عليكم يا سنة تانية. دلوقتي هنراجع محاضرة ال urinary tract infection. عاوزاكم تركزوا وتسيبوا كل اللي في ايديكم، يعني عشان اي حد ما سمعش المحاضرة لأول مرة ممكن يستفاد بقى من المراجعة ويحل كل الأسئلة صح. أول حاجة عندنا هنراجع المحاضرة مراجعة بسيطة وبعدين هنحل شوية أسئلة. عاوزاكم تركزوا. معاكم فاطمة أشرف، نسيت. أول حاجة ندعي لزمايلنا ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم، وبعدين بقى نخش في المحاضرة بتاعتنا. قلنا إن احنا عندنا هيجي كيس واحدة بتشتكي انها عندها فريكوانسي وارجنسي وبين وقت الميكتوريشن، يبقى دي عندها، هنشوف انها عندها يو تي اي. هناخد منها عينة يورين اناليسيس يطلع فيها بس هناخد البص ده نحطه في اسمه ده في عين في كالتشر، ونعرف منها بقى النوع الانتيبيوتيك اللي هنستخدمه، وان احنا عندنا عاوزين نفرق في ابر يورين تراكت انفكشن ولور يورين تراكت انفكشن. الابر بيبقى معاها لوين بين، وفي لوين بين اللي هو وجع في الجنب، وكمان معاها فيفر وشيلز. اما دي مش معاها لوين بين ولا فيفر ولا حاجه، لان اللور يورين تراكت انفكشن بتبقى سيمبل اكتر من الابر يورين تراكت انفكشن، واحنا ضروري ان احنا نعالجها، لان الابر يورين تراكت انفكشن هي البايلونيفرايتس ممكن تدخلنا في رينال فيلير، فضروري بقى ان احنا نهتم بالتريتمنت بتاع يورين تراكت انفكشن. فاول حاجه عندنا اللاينز بتاعه التريتمنت بتاع يورين تراكت انفكشن، قلنا ان احنا عندنا تو لاينز من التريتمنت اللي هي نون دراج ودراج. اول حاجه عندنا نون دراج اللي هي الادجوفنت اللي احنا هنقولها قدام، اما الدراج تريتمنت يا اما انتيبيوتيك يا اما انتيسيبتيك. ايه الفرق بين الانتيبيوتيك والان ما علينا الانتيبيوتيك والانتيسيبتيك؟ اول حاجه الانتيبيوتيك ده ان هو حاجه جنرال قوي، فبيدخل على الجسم كله، فيعمل سيستميك افكت، فبيعمل سيستميك افكت وبالتالي هيكون سايد افكت بتاعته اكتر لان هو دخل على الجسم كله. اما اللي هو السيبتيك هو سبيسيفيك اللي هو هيشتغل لوكال فين، يعني هيشتغل على اليورين تراكت بس، فبالتالي السيستميك سايد افكت بتاعته هتكون اقل. تمام. نقرا بقى. اول حاجه عندنا دراج تريتمنت اللي هو كيموثيرابيتك ايجنت، تعتمد على الكالتشر والسنسيتيفيتي، انا حكيت لكم حكايه الكالتشر اهو. بعد كده عندنا الانتيبيوتيك اللي هو ادلي تريبيوتد للتشو انكلودنج اليورين تراكت، يبقى هي بتدخل على اليورين تراكت وكمان ليها سيستميك سايد افكت عالي، بتعمل كولاترال دامج. يعني ايه كولاترال دامج؟ يعني ريزيستنس. يعني ايه ريزيستنس؟ يعني الدواء هيستجيب النهارده مش هيستجيب بعد اسبوعين مثلا. تمام. بعد كده قلنا الانتيسيبتيك اللي هي رابيدلي اكسكريتد في الكدني، نركز ان هو رابيدلي اكسكريتد في الكدني مش الليفر مثلا. بعد كده ان هي ليها هاي كونسنتريشن ان يورين تراكت، يعني الشغل بتاعها بيبقى في اليورين تراكت، بالتالي لو اشتغلت على اليورين تراكت هتروح تاثر على حته ثانيه؟ لا طبعا، يبقى له ليها لو سيستميك سايد افكت. بعد كده نيجي لللاين الثاني بتاع التريتمنت اللي هو النون دراج تريتمنت، اللي هو مين؟ الفلويد والفينازوبايريدين والكرامبري والهايسامين، هنقول دول قدام. اما بقى الادجوفنت تريتمنت اللي هو الفلويد، ليه بندي فلويد؟ عشان نعمل واش اوت للبكتيريا من الرينال تراكت، يفضل يشرب ميه لحد ما تعمل واش اوت للبكتيريا الموجوده في الرينال تراكت. بعد كده عندنا بقى في الدراج تريتمنت قلنا انتيبيوتيك وانتيسيبتيك. خلينا في الانتيبيوتيك، عندنا كذا مجموعه من الانتيبيوتيك، اشهر حاجه السلفونامايد اللي هو كوترايميكزازول، وبعد كده النيتروفينوتايد ده مشتغل انتيبيوتيك وانتيسيبتيك. وبعد كده ثلاث مجموعات ادويه اخرها سن، هنفرق بينهم ازاي؟ اول حاجه كوينيلون فهتكون اخرها ايه؟ فلوكزاسين. اما اللي هو الامينو جلايكوسايد، امينو اخره سين بس، والفوسفوميسين ده دواء فسفوسه لوحده، فهو عشان هو فسفوسه بنستخدمه في الحاجات البسيطه اللي هي الانكومبليكيتد اكيوت سيستايتس، اللي هو عشان فسفوسه بنستخدمه سنجل دوز. تمام. يبقى احنا عرفنا ثلاث مجموعات ادويه اخرهم سن اللي هي كوينيلون فاخرها فلوكزاسين، اما اللي هي الامينو جلايكوسايد اخرها سين. بعد كده نيجي لمجموعه الادويه اللي هي البيتا لاكتم انتي بايوتيك. اول حاجه فيهم اللي هو البنسلين ده اخره سلن، اي دواء فيه اخره سلن. اهم حاجه بقى البيبراسلين ده بيستخدم في علاج مين الزودوموناس. بعد كده السيفالوسبورين اوله سيفا، يبقى الادويه الاولى سيفا تبع السيفالوسبورين. تمام. والكاربابينم قلنا اللي هو الايبيبينم والسيلاستاتين. تمام. يبقى البيتا لاكتم انتي بايوتيك اللي هي ادويه ايه؟ البنسلين والسيفالوسبورين والكاربابينم. بعد كده الانتيسيبتيك ان هو تاني لاين من الدراج تريتمنت، قلنا ان احنا عندنا هو الدراج واحد بس اللي هو قلنا مين؟ اللي هو الميثانامايد مانديت ده قلنا اللي هو بيكسل فبيستنى مين؟ بيستنى الاسيديك ميديا. قلنا ان احنا البي اتش العادي بتاعنا كام؟ 5.8، فهو بيستنى ان البي اتش تكون اقل بتاع اليورين عشان يجي يشتغل. فهو برضو بيكسل يشتغل، يجيب مين مكانه؟ الفورمالدهايد، فاخره الكسل بتاعته وحشه فيروح يدرس بايه؟ يوريتستون في الكدني، فدي تبقى المين سايد افكت بتاعته. نقرا بقى ميثانامايد مانديليت او الهيبيوريت سولت بتاع المانديليك اسيد، قلنا ان هو اسيديفايد ايجنت، وميثانامايد اللي هو انتيسيبتيك، يبقى بيكون جزئين اللي هو المانديليك اسيد اللي هو الاسيديفاينج ايجنت
ميثانامين اللي هو الانتيسيبتيك. قلنا الاسيتيك في الاسيتيك بي اتش بيطلع مين؟ الفورمال دايد اللي هو الانتيسيبتيك، وان هو بيتاخد 1 جرام اورال 4 تايمز بير داي. واهم حاجه بقى عندنا دي السلفونامايد، بيعمل انسولوبل كومباوند مع الفورمال دايد، يعني مش اي دراج تاني هو اللي بيعمل انسولوبل كومباوند. يبقى ما ينفعش ندي سلفونامايد مع مين؟ مع الميثانامين مندريت. سايد افكت بتاعته زي اي سايد افكت عادي، بس اهم حاجه اليوريت ستونز. تمام. يبقى الميثانامين مندريت قلنا انه بيكسل فبيحتاج اسيدك اسيديفاينج ايجنت، لان هو ما ينفعش تاخد مع سلفونامايد وبيعمل يوريت ستونز. بعد كده الفينازوبيريدين قلنا اوله بيه يبقى بيستخدم في ريليف البين. ماشي. فان احنا عندنا بيستخدم في ريليف البين بتاع الاريتيشن والارجنسي. قلنا ان ما ينفعش نستخدمه اكتر من يومين. ليه ما ينفعش اكتر من يومين؟ عشان ما يعملش ماسك للمانيفيستاشن بتاعه الديزيز، وبالتالي لو الديزيز اتطور احنا مش هنعرف. تمام. تمام. السايد افكت بتاعته الرجي وجي اي تي ابسيت، واهم حاجه اورنج ديسكولوريشن وهيمولسيتي. اهم حاجه في الفينازوبيريدين اللي هي الاورنج ديسكولوريشن لليورين والهيمولسيس. الهيمولسيس دي بتحصل مع مين؟ مع الجي ساكس بي دي. تمام. يبقى الفينازوبيريدين اللي هو بتاع البين وبالتالي هنستخدمه لوكال. اهم حاجه السايد افكت بتاعه ايه؟ الهيمولسيس والاورنج ديسكولوريشن. الهاي سايمين، سايمين يبقى سبازموديك انتي سبازموديك، فيستخدم برضو في ريليف ايه؟ البين. يبقى عندنا اتنين بيستخدموا في ريليف البين اللي هو الفينازوبيريدين والهاي سايمين. بعد كده عندنا الكرامبري. الكرامبري ده اللي هو ايه؟ سبلمنت. سبلمنت مش هنستخدمه في حاجه ايه؟ في المين لاين بتاع التريتمنت. فبيقول لك ايه؟ ان هو قال لك ان الاسم ده مش مهم. بعد كده ان هو بينترفير مع الاديزيفنس بتاع البكتيريا للبلادر ابيسيليا، يعني هو بيجي يتخانق مع البكتيريا اللي موجوده على البلادر دي ويمشيها. هل هو بيموتها؟ لا. يبقى هنستخدمه مين لاين للتريتمنت؟ لا، احنا هنستخدمه كسبلمنت بس. سبلمنت يعني ايه؟ نستخدمه في البروفلاكسس بتاع الريكيرنت يو تي اي. تمام. تمام. بعد كده نيجي بقى للدواء الانتيسيبتيك اللي عندنا، الانتيسيبتيك وانتي بايوتيك اللي هو النيتروفيرنتاين. النيتروفيرنتاين ده بيشتغل ازاي؟ قلنا ان هو نقول بيشتغل عليه، قلنا ان هو جدع. تمام. الدواء الجدع ده هيعمل ايه بقى؟ هيعمل ايه؟ اول حاجه ان هو جدع فيمشي مع اي حاجه، يشتغل على جرام بوزيتيف ماشي، على جرام نيجاتيف عادي، يشتغل كبكتيريوستاتيك عادي، بكتيريوسايدال عادي. قلنا ان احنا بكتيريوستاتيك اللي هو بيقلل الجروث بتاع البكتيريا، بكتيريوسايدال بيكل البكتيريا. تمام. تمام. بس في اتنين مش بيجوا معاه سكه، اللي هي زيدومونس اوريجينوزا والبروتياس. تمام. وبعد كده قلنا مين بيحسن الاكتيفيتي بتاعه؟ برده الاسيديك يورين. وحاجه كمان الريزيستنس والكروس ريزيستنس بتاعته بتحصل ببطء، يعني ان الدواء من الجسم ما يستجيبش ليه بتحصل ببطء. وكروس ريزيستنس دي بتحصل برضو مش بتحصل. تمام. يبقى كروس ريزيستنس مش بتحصل. تمام. بيقول لك ان هو بيشتغل ازاي بقى؟ في انزيم باسمه، عشان هو مش بيحب يتعبنا، نيتروفيرنتاين ريدكتيز، يحوله للمالتيبل رياكتيف انترميديت بتاتاك الريبوزومال انزيمز والدي ان ايه. لو احنا بوظنا الريبوزومز والدي ان ايه ده معنى كده ان البكتيريا ماتت خلاص. تمام. يبقى تاني النيتروفيرنتاين ده جدع، هيشتغل على مين؟ على البوزيتيف ماشي، على النيجاتيف ماشي، يشتغل كبكتيريوستاتيك ماشي، يشتغل كبكتيريوسايدال. كمان ان هو بيشتغل ازاي؟ ما بيحبش يتعب حد، فهو هيطلع انزيم من نفس اسمه اللي هو نيتروفيرنتاين ريدكتيز، يطلع ايه؟ يطلع شويه سبستانسز كده تبوظ الدي ان ايه والبروتين. ماشي. وبعد كده ان هو بيحب مين؟ بيحب الاسيتيك يورين عشان يظبط الاكتيفيتي بتاعه. الريزيستنس بتحصل ببطء، والكروس ريزيستنس مش بتحصل اصلا. اليوزز بتاعته بقى ايه؟ في عشان هو جدع برده مش هيدخل في الحاجات كده، فنديله بس الحاجات البسيطه اللي هي الانكومبليكيتد اكيوت سيستايتس. نستخدمه 100 ملي جرام 4 تايمز لمده 5 ل 7 ايام. اهم حاجه تركزوا في الدوز بتاعه النيتروفيرنتوين، قلنا ان هو نيترو في حرف الاو، فيبقى ناخد منه رقم 5. تمام. يبقى رقم 5، يبقى 5 ل 7 ايام. بعد كده سايد افكت عادي، الرجي وجي اي تي زي اي دواء، بس اهم حاجه النيوروباسي. تمام. تمام. يبقى اهم ان نلم النيتروفيرنتوين تاني اللي هو دواء جدع، فالانزيم بتاعه من اسمه. بعد كده هو بيشتغل بكتيريوستاتيك بكتيريوسايدال، بيحب اسيديك ميديا من البكتيريا اللي مش بتنفع اللي هي 2 بي اللي هي زيدوموناس والبروتياس. وكمان ان هو الريزيستنس وكروس ريزيستنس، الريزيستنس بتبقى سلولي، اما كروس ريزيستنس مش بتحصل اصلا. بعد كده اهم حاجه اللي هو اسمه نيتروفيرنتوين، هنطلع منه اليوزز بتاعته ان احنا نستخدمه في الحاجات الانكومبليكيتد عشان هو جدع، وكمان ان هو يستخدم لمده 5 ل 7 ايام. كمان هو بي حرف الان، يبقى هيعمل ايه؟ نيوروباسي. تمام. بعد كده الفوسفومايسين ده برضو انتي بايوتيك. الفوسفومايسين ده فسفوسه، فهو بيدخل يتدحلب، فهو بيدخل فين؟ في الايرلي ستيج. يبقى في الاول خالص، في الايرلي ستيج بتاعه البكتيريا، في الايرلي ستيج بتاعه ايه بقى؟ السيل وول سينثيسيس، فيعمل لها انهبيشن. الانزيم اسمه مش مهم. تمام. بعد كده ان هو فسفوسه، فهنستخدمه في الحاجات البسيطه اللي هي مين؟ الانكومبليكيتد اكيوت سيستايتس. قلنا ان هو الدوز بتاعته سنجل دوز لان هو صغير اصلا. تمام. تمام. بعد كده السايد افكت بتاعته اللي هي الرجي وجي اي تي ابسيت وهيديك وديزنس، فحاجات بسيطه جدا، فبالتالي هنستخدمه سيف وقت البريجنانسي. يبقى احنا عندنا اللي هو الفوسفومايسين دواء فسفوسه، فبيدخل يدحلب في الحاجات الايرلي ستيجز. بعد كده ان هو نستخدمه في الحاجات البسيطه اللي هي الانكومبليكيتد، السايد افكت بتاعته بسيطه، فبالتالي هيبقى ايه؟ سيف وقت البريجنانسي.
نيجي لي اهم دواء عندنا بقى اللي هو السلفونامايد. قلنا السلفونامايد ده بقى بيكون من جزئين اللي هو سلفا سلفا ميثوكساكساسول وتراي ميثوبريم. كل واحد بيدخل يعمل حاجه. اول حاجه ان هما الاثنين داخلين عشان يبوظوا الدي ان ايه، فبالتالي مفيش بكتيريا الجلوس ولا حاجه. الدي ان ايه ده بقى بيكون من ايه؟ بيكون من فوليك اسيد. يبقى اهم حاجه في تصنيعه الفوليك اسيد. فهم هيدخلوا يعملوا ايه بقى؟ هيبوظوا الفوليك اسيد سينثيس ده. عندنا السلفا ده هيتخانق مع البابا على الانزيم اللي هو داي هيدروفوليت سينثيتاز. اما بقى اللي هو التراي هيتخانق مع الداي. التراي بقى اللي هو الاند برودكت خلاص، يبقى التراي ميثوبريم هيتخانق مع الداي هيدروفوليت. اما بقى اللي هو البابا هيتخانق على الانزيم نفسه. تمام. والاثنين يبقى وكمان بيشتغل كده، اشتغل كبكتيريوستاتيك وكمان بيشتغل كبكتيريوسايدال. تمام، عشان هو اشتغل بكتيريو ستاتيك وبكتيريو سايدل بالطريقه دي، يبقى هو اكيد برود سبيكترم. وكمان اللي هو اكتيف اجينست مين؟ قلنا ان هو الكلاميديا والتوكسوبلازما والبلازموديوم. قلنا الكلاميديا عشان هو كو ترايموكسسول، والتي اللي هو تراي، وهنزود عليهم البلازموديوم. اليوزز التريتمنت بتاعت اليو تي اي كلها عادي، بس مش هنستخدمه في حاله البريجنانسي ورينا الامبيرمنت. ليه؟ لان ليه سايد افكت عاليه هنقولها دلوقتي. والدوزز بتاعته قلنا ان احنا عندنا جرعه التريتمنت ضعف البريفنشن. ده التريتمنت بتاعه ضعف البريفنشن. التريتمنت كام؟ 160 على 800، اما البريفنشن 80 على 400. قلنا ان التريتمنت اسمه ده 2 3، اما البريفنشن 3 1. تمام، يبقى التريتمنت 2 3 اما البريفنشن 3 1، اللي هي مرتين لمده 3 ايام، اما ده نستخدمه 3 مرات في الاسبوع بس. تمام. بعد كده السايد افكت بتاعته زي دراج، بيعمل جي اي تي ابسيت وبيعمل هايبر سنسيتيفيتي، بس اهم حاجه ان هو يعمل رينال امبيرمنت و ميجالو بلاستيك انيميا. يعني ايه ميجالو بلاستيك انيميا؟ يبقى يعمل ار بي سيز كبيره ومال فانكشن. بعد لما يعمل جسم البون مارو هيشتغل ان هو يعمل ار بي سيز كبيره. لو عمل ار بي سيز كبيره ده معناه ان هو مش هيصنع الخلايا الثانيه، فيحصل ايه؟ زي مين؟ زي الويب سيلز. الويب سيلز دي اللي هي مين؟ الجرانيولوسايت. فبيحصل جرانيولوسايتوبينيا. يبقى تاني الكود ريموكسازول من اسمه اول حاجه ان هو بيكون من دوين الصلفة والصلفة والتراي. الصلفة بيتخانق مع الانزيم نفسه اللي هو داي هيدروفوليت سينثيتاز، اما التراي بيتخانق مع الداي اللي هو الاند برودكت نفسه. كمان كده اشتغل بكتيريو ستاتيك، هيشتغل بكتيريو سايدل كمان. بالتالي لو اشتغل بكتيريو ستاتيك وبكتيريو سايدل يبقى هو برود سبيكترم. واكتيف اجينست مين من اسمه؟ كو اللي هو كلايميديا، تراي اللي هو تي اللي هي التوكسوبلازما، وهنزود عليهم البلازموديوم. اليوزز بتاعته اللي هو هنستخدمه في التريتمنت بتاع اليو تي اي، عندنا جرعه بريفنشن وجرعه تريتمنت. جرعه البريفنشن نص التريتمنت، وقلنا ان هو البريفنشن هنستخدمه مرتين لمده 3 ايام، اما التريتمنت مرتين لمده 3 ايام، اما البريفنشن 3 مرات في الاسبوع. بعد كده السايد افكت قلنا زي اي دراج، بيعمل جي اي تي ابسيت وهايبر سنسيتيفيتي، وكمان بيعمل اهم حاجه بقى الرينال امبيرمنت. قلنا فبالتالي ما ينفعش نستخدمه في الرينال امبيرمنت، وهيعمل ميجال بلاستيك انيميا وجرانيولوسايتوبينيا. بعد كده ليه اي اساس بنختار الانتي بايوتيك؟ قلنا ان احنا عندنا الحاجات الانكومبليكيتد نستخدمها حاجات بسيطه، اللي هو الفوسفومايسين والنيتروفورنيتاين، وندي حاجه قويه بقى عشان تخلص الليله اللي هو السلفونامايد. يبقى نستخدم الحاجات البسيطه زي الفوسفومايسين والنيتروفورنيتاين والسلفونامايد. تمام. بعد كده عندنا السكند لاين اللي هو الفلوروكوينولون زي سيبروفلوكسازين والبيتا لاكتم، حاجات اقوى شويه. نيجي بقى للبريجننت وومن، قلنا ان هي البريجننت عشان نقدر نديها ايه؟ نقدر يعني كان هنديها سيفالوسبورين وامبسيلين وان اللي هي نيتروفيرنوتين، وهنزود عليهم دراج مين اللي هو طبعا اللهبل الفوسفومايسين احنا قلناها ورا. بعد كده ان هم ايرلي فين في السيف سيف سيف في الايرلي بريجننسي، طبعا مستحيل السلفونامايد لان هو بيعمل رينال امبيرمنت وميجالو بلاستيك انيميا وجرانيولوسايتوبينيا. قلنا في الميل بندي فلوروكوينيلون او اسمه ده سلفونامايد، دي حاجات قويه ماشي، زيه زي السكند لاين. لا مش السكند لاين، هو فلوروكوينيلون وسلفونامايد. بيقول لك بقى ايه؟ ان هو كورس لاسبوع لاسبوعين لو هو عنده بس يو تي اي، اما لو الموضوع اتطور لبكتيريا البروستايتس نزود الجرعه لاسبوعين لست اسابيع. يبقى اسبوع لاسبوعين لو هو نورمال يو تي اي، اما لو الموضوع اتطور نخليها اسبوعين لست اسابيع. تمام. بعد كده البريفنشن بتاع الريكرنت يو تي اي، قلنا ان احنا بنديها جرعات البريفنشن، جرعات نفس الجرعات اللي هي التريتمنت، بس ان هي بتبقى نص الجرعه وخلاص او اقل من نص الجرعه. بعد كده في حاجه اسمها الكانديدوري، قلنا ان احنا عندنا الكانديدا دي استغلاليه شويه، فهي بتستنى فرصه ان الجسم يبقى ضعيف فيها وتدخل بقى تعمل شغلها. انت الجسم يبقى ضعيف، مين اللي مناعته بتبقى قليله في الدايبيتس ميليتس؟ مين اللي مناعته بتبقى مين اللي اي حد بياخد انتي مايكروبيال دراج؟ ليه؟ لان الانتي بايوتيك بيدخل يخلي يموت كل البكتيريا، فالجسم فالمناعه مش هتشتغل وتطلع انتي بايوتيك، خلاص كده الجسم مناعته قلت.
كمان هتدخل عن طريق الكاستر، يبقى هي هتعدي عن طريق الكاستر. لو حد دخل اي سي يو، يبقى مين الوقت اللي الجسم يبقى فيه ضعيف الكانديدا تدخل؟ واحد دخل اي سي يو، واحد عنده دايابيتس، واحد بياخد انتي مايكروبيال دراجز. تمام. بعد كده التريتمنت، ان هي برضو هي بكتيريا عبيطه، فنستخدمها حاجات فرفوره. فرفوره يعني ايه؟ يعني فلوكونازول او فلوكوسيستين. لو الموضوع كبر مننا شويه بقى وبقت ريزيستنت كيسز، يبقى امفوتريسين بي. يبقى تاني الكانديدوريا اللي هي الاستغلاليه، فهي برضو استغلاليه بس عبيطه، هنديها حاجات فرفوره اللي هي فلوكونازول وفلوكوسيستين فلوكوسايتوزين. والريزيستنت كيسز بندي امفوتريسين بي. تمام. بعد كده في اخر حاجه عندنا بقى اللي هي الانكومبليكيتد بايلونيفرايتس، بندي فيرست لاين تريتمنت اللي هو السيبروفلوكساسين، واسمه ده او ندي سلفونامايد، ندي الحاجات اللي هي برضو القويه شويه اللي هي سلفونامايد وسيبروفلوكساسين. ولو احنا لسه مش عارفين بقى بندي سيفتريكزون على ما نعرف ايه الاورجانيزم. يبقى احنا عندنا اما ندي سلفونامايد اما سيبروفلوكساسين، ولو لسه مش عارفين الاورجانيزم ندي سيفتريكزون. اما البارينترال ثيرابي دي نفس الادويه اللي احنا قلناها في اللاينز بتاعه الانتيبيوتيك تريتمنت. بس ماشي كده وصلنا نيجي بقى نحل شويه اسئله. اول سؤال عندنا اللي هو الكاركترز بتاعه الانتيسيبتيك يوزد في التريتمنت بتاع اليو تي اي، هل هي بتافكت الجي اي تي؟ لا طبعا. هل هاز لو سيستميك افكت؟ صح. نقرا بقى الاسئله اللي هي داس كولاترال دامج. لا مش بتعمل كولاترال دامج، ده سيستميك افكت. اول اوف اباف؟ طبعا مش اول اوف اباف، مش هنشوف اول اوف اباف ونجري عليها. تمام. بعد كده واتش اوف ذا فولوينج از كونسيدرد ادجوفنت تريتمنت فور يو تي اي، مين الادجوفنت تريتمنت في دول؟ قلنا الهاي سايمين لان هو بيريليف البين. بعد كده الانتيسيبتيك بريمرلي اكسكريتد في الليفر؟ لا، قلنا ان هو اكسكريتد في الكدني عشان يشتغل على اليوريني تراكت. بعد كده رابع سؤال اللي هو رابع سؤال عندنا which of the following belong to beta lactam؟ السلفونامايد؟ لا. الاميكاسين؟ لا، ده تبع الامينوكليكوزين. فوسفومايسين ده لوحده، يبقى مين؟ السيفالوسبورين. بعد كده الفورمالدهيد بيفورم انسولابل كومباوند مع مين؟ مع السلفونامايد. which of the following is used to food treatment بتاع سودوموناس؟ دي بقى قلنا للدكتور ركز عليها، يبقى البيبراسيلين. ماشي. which of the following is used to relieve البين؟ قلنا مين؟ الكرامبري. لا. الهاي سايمين قلنا ان هو انتي سبازموتك. النيتروفيرنتاين؟ لا. الفينازوبايريدين؟ يبقى عندنا مين؟ بي و سي. بعد كده اللي هو سايد افكت بتاعه السلفونامايد ار جرانيولوسايتوبينيا؟ صح. رينال امبيرمنت؟ جي اي تي ابسيت؟ يبقى اول اوف ابوف. بعد كده تريتمنت بتاع ريزيستنت كانديدوريا، نركز ريزيستنت، يبقى هندي امفوتريسين بي مش فلوكانازول. بعد كده which is the main side effect of ميثانامايد مندليت؟ قلنا الميثانامايد مندليت عشان هو بيطلع الفورمالدهيد مكانه يشتغل، فبيعمل ايه؟ يوريتا ستونز. بعد كده المين سايد افكت اوف نيتروفيرنتاين؟ نيترو المين سايد افكت نيتروفيرنتاين، يبقى نيوروباسي. which of the following form amino glycoside؟ من عيله الامينو جلايكوسايد، هل هو مثلا الفوسفومايسين؟ لا، قلنا الفوسفومايسين كان لوحده. فلوكزاسين؟ لا، ده فلوكزاسين تبع كوينيلون، يبقى مين؟ الجنتامايسين، طبعا مش البنسلين. ماشي. بعد كده احنا عندنا الريتن بقى، دي اسئله اللاينز بتاعه التريتمنت بتاع يو تي اي، دراج ونون دراج. منشن دراجز بتاع سيفل بريجنانسي، قلنا كان، وهنزود عليها مين؟ الفوسفومايسين. كان اللي هو سيفالوسبورين وامبسيلين، والان اللي هو نيتروفيرنتاين. منشن السايد افكت بتاع السلفونامايد، قلنا ان هو زي اي دراج بيعمل هايبر سنسيتيفيتي وجي اي تي ابسيت، وكمان ان هو بيعمل ميجالوبلاستيك انيميا وجرانيولوسايتوبينيا، وكمان رينال امبيرمنت. منشن اليوزز بتاع النيتروفيرنتاين، قلنا ان هو جدع فبيشتغل في التريتمنت بتاع يورينري تراكت انفيكشن اللي هي الانكومبليكيتد، وبنستخدمه في دوز 5 ل 7 ايام اللي هي 50 ملغ. بس دي بس.